Hello, my dear students of the 6th grade of primary stage at one of the new episodes of mathematics. Today we are going to learn new lesson in mathematics, the meaning of multiplication and division of integers. النهارده معانا لسن مهم جدا هنكمل بيه الاوبريشنز اللي كنا بدأناها في الحلقة اللي فاتت. كنا خدنا الحلقة اللي فاتت adding and subtracting of two integers. النهارده هنكمل بقى عندي كمان two operations تانيين اللي هما multiplying و dividing integers. طبعا كنا خدنا في الحلقة اللي فاتت ان sum of any two positive integers لازم يطلع positive. طب sum of two negative هيكون negative. لو sum of two integers one of them is positive and the other is negative يكون ليها شكل معين. انا بعمل minus عادي جدا وبعد كده بحط sign of the bigger number numerically. طبعا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. النهارده بقى نتكلم مع بعض الاوبريشنز على الانتيجرز. عندنا ثيرد اوبريشن اللي هي مالتيبلاينج اوف تو انتيجرز، وكمان هناخد كمان ديفايدنج، وهنعرف كمان البروبرتيز بتاعت المالتيبلاينج والديفايدنج للانتيجرز. طبعا احنا عارفين مع بعض المالتيبلاينج ممكن انا اعمله يوزنج ذا نمبر لاين، وممكن انا اعمله عادي جدا منتري بدون اي مشكله. في بس رول محتاج ان انا ابدا اتكلم فيها قبل ما نبدا الشغل بتاع المالتيبلاينج والديفايدنج النهارده، اللي انا لو تو بوزيتيف انتيجرز البرودكت بتاعهم هيكون بوزيتيف. تمام. طب لو تو نيجاتيف انتيجرز برضه البرودكت هيكون بوزيتيف. يبقى افهم من كده لو تو نمبرز بيكونوا بوزيتيف الانسر هتكون بوزيتيف، لو تو نمبرز هيكونوا نيجاتيف برضو الانسر هتكون ايه؟ هتكون بوزيتيف انتجر. نفس الشيء لو اتكلمنا على الديفايد، فنفس الرول او نفس الكونسبت بالظبط في الديفايد. يعني لو عندي تو انتجرز بيكونوا بوزيتيف، الديفيجن ما بينهم او الكوشنت ما بينهم هيكون بوزيتيف. كمان لما اجي اتكلم على الديفيجن بتاع تو انتجرز بيكونوا نيجاتيف، نفس الفكرة هيكون الانسر هتكون positive a positive quantity. طب لو واحد فيهم بقى positive ونيجاتيف، لو واحد فيهم هيكون positive والتاني هيكون negative، البرودكت او الكوشنت حتى هيكون with negative sign. تمام. دي اهم حاجة محتاج ان انا اتكلم فيها النهاردة، لان بتلخبط كتير قوي لما اجي اعمل multiplying mentally طبعا لأي two integers. يبقى احنا خلينا متفقين مع بعض دلوقتي ان انا عندي اي تو انتيجرز بوزيتيف او نيجاتيف الانسر بوزيتيف، فمالتبلاي او ديفايد نفس الفكره. لما يكونوا one is positive والاذر بيكون نيجاتيف، فعندي حاجه مهمه جدا هنتكلم فيها ان هما هيكونوا with negative sign. فنتكلم مع بعض على البروبرتيز بقى المهمه جدا في المالتبلاينج of two integers. طبعا عندي اول واحدة كانت ايه؟ نفس اللي كنا خدناه في adding و subtracting. the first property is called closure. يبقى نشوف كده مع بعض نقول ال properties of multiplying integers. number one، طبعا عندي first one عندي closure property. closure property اللي هي ايه؟ اللي هي ال multiply of any two integers هيكون برضه belong لايه؟ belong ل set of integers. بمعنى لما نقول كده مع بعض a belongs to z وكمان b belong to z، فلما كده اقول a multiplied b هيكون برضه belong a belong to z. اوكي؟ دي اسمها closure property. طيب number two عندي حاجة اسمها commutative property معناه ان انا هعمل exchange position بتاعت ال two numbers. يعني لما كده اقول مع بعض كده ان a multiply مع b هتكون equals b multiply a، يبقى انا كده هبدل الاماكن بتاعت ال numbers. ال product مش هتغير، يعني لما اقول 2 times 3 هي نفسها 3 times 2 بدون اي مشكلة. number 3 معايا هتكلم مع بعض على حاجة اسمها the associative property.
associative اللي هي البراكتس، لما يكون عندي 3 numbers وانا عايز اجيب البرودكت بتاعهم we can use groups. ان انا هعمل groups ل 2 numbers، يعني مثلا لما اقول كده a multiply b multiply c، هو نفسه exactly لما يعمل هنا a multiply b multiply c. اوكي طب number 4، في بقى عندي في number 4 حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها multiplicative identity اللي هو ايه يا جماعة؟ اللي هو ال 1. فقول كده مع بعض ان ال 1 is the multiplicative identity in A in Z. ليه قلت 1؟ عشان 1 times any number equals the same number. طيب في بقى property مهمة جدا هنأجلها شوية بس كده لحين ما نحاول ان احنا نشوف مع بعض بقى practices على الجزء بتاع ال product of two integers. يعني مثلا لو هبدأ كده مع بعض عندي property مهمة قوي او عندي questions طبعا مهمة جدا في الجزء ده. قولوا كده مع بعض يا جماعة find the result of each of the following. هنا the first one بقول 2 multiply by negative 7. 2 multiply by negative 7. طبعا هنا عندي مع بعض هعمل 2 times 7 عادي جدا بدون اي مشكلة. 2 times 7 equals 14. طب وهنا عندي the two signs are different then the negative sign will be in the answer. يبقى هنا احط مع بعض negative sign عشان تكون ال answer negative 14. طب question number 2، هنا عندي negative 3 multiplied by negative 6. نفس الكلام two quantities of the same sign. فهنا اقول مع بعض 3 times 6 which is 18. 3 times 6 which is 18. We negative times negative it will be positive because the two signs are the same. Number 3 negative 5 multiply 10. We just multiply 5 times 10 which is 50 and we put negative sign in the answer. Number 4 5 multiply by 0. طبعا انا عارف ان any number multiply by 0 الانسر هتكون 0 طبعا. اوكي any number multiplied by 0 الانسر هتكون بدون اي مشكله equals 0. نكمل بعد كده هنا عندي 3 multiply 12 which is 36. وانا عندي 2 numbers بيكونوا positive sign فهنا هقول ان 3 times 12 هتكون equal 36 بدون اي نقاش. اخر حاجه هنا عندي 7 multiply by negative 9. The two signs are different. فهقول 7 multiply by 9 which is 63 and we put the negative sign in the answer. اوكي طيب يبقى ده كده كان يعني just question ازاي بعمل multiply لاي two integers وازاي ان انا لما يكون two numbers positive الانسر شكلها عامل ايه؟ لما يكون two numbers negative الانسر هتكون ازاي بالظبط؟ طيب نيجي بقى للبروبرتي اللي كنا اجلناها وقلنا ان احنا هنناقشها دلوقتي. حاجه اسمها distribution multiplication over addition. تمام؟ يبقى property number 5 مهمه جدا بقى يا جماعه البروبرتي دي ان بتعتمد ان بيكون جايب لي expanded form او expanded problem. We all use the distribution property to find the answer. بمعنى طبعا انا عندي مع بعض كده لما اقول a multiply b plus b multiply c. طيب معانا مداخله مريم من القاهره. الو ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام تمام الحمد لله. مريم احنا كنا بنتناقش مع بعض دلوقتي على البروبرتيز بتاعت المالتيبليكيشن صح؟ ايوه. طب مريم لو حبيت دلوقتي اسالك مع بعض كده سؤال مهم جدا يقول مع بعض ايه؟ يلا يلا يا مريم. complete each of the following مريم اهو and write the property of multiplication. ماشي مريم عندي the first one بتقول ها 5 times
space equals 5. فعايز اقول مع بعض احط السبيس ده مكانه ايه والبروبرتي دي هتكون اسمها ايه؟ ماشي يا استاذ، ممكن تقول مسألة تانية؟ تانية يا مابي. ها 5 times space equals 5. 5 times 8؟ 5 times a equals 5. 5 times what equals 5؟ اها قدامك يا مابي، ما هو معايا 5 times 1. تمام جدا. دي تبقى اسمها المالتيبليكيتيف ايدنتيتي. برافو عليك يا مامي. طبعا يا جماعه زي ما مامي ما قالت مع بعض كده ان 5 تايمز 1 هتكون ايكوالز 5، فهقول كده ان البروبرتي دي طبعا دي عشان عملت مالتبلاي باي 1، فال 1 ده كنت بسميه مالتبليكيتيف ايدنتيتي. اوكي تمام، شكرا ليك يا مامي على مداخلتك الجميله دي. ان شاء الله يا بنت تابعينا لغايه اخر الحلقه عشان نكمل مع بعض كمان الديفايد، واحتمال كمان ناخد الباورز كمان النهارده. ثانك يو ليك يا مامي. نرجع بقى يا جماعه نكمل مع بعض للجزء ده. انا كان عندي حاجه مهمه جدا اللي هي بتكلم فيها على الديستريبيوشن بروبرتي، اللي هي ايه؟ لما يكون عندي اكسباندد فورم ازاي استخدم بروبرتي جديده ان انا بدل ما اعمل ستيبس كتير اخليها ايه؟ 1 اور 2 ستيبس. اوكي؟ ده اللي احنا هننفذه في البروبرتي دي. دي انا بسميها ايه؟ ديستريبيوشن بروبرتي. بمعنى لما نقول كده مع بعض يا جماعه يبقى اسمها ديستريبيوشن بروبرتي. يعني سي لما نقول مع بعض كده 3 ملتبلاي 5 بلس 2، 3 ملتبلاي براكت 5 بلس 2. عشان اجيب الانسر دي ممكن اعمل حاجه سهله جدا. اول حاجه او ممكن احلها بشكلين. الشكل الاولاني انا هعمل 5 بلس 2 عادي جدا والانسر تطلع ملتبلاي باي 3. السوليوشن الثاني ان انا هعمل حاجه اسمها ديستريبيوت. اوكي؟ طب معانا عاصم من الجيزه. هعمل حاجه اسمها ديستريبيوت. اوكي؟ طب معانا عاصم من الجيزه. ازيك يا عاصم؟ الو. ازيك يا عاصم عامل ايه؟ الحمد لله. تمام؟ اه. عاصم دلوقتي لو انا مع بعض حابب ان انا احل السؤال اللي قدامك ده كده عاصم ب two methods، ايه رايك هتقدر تحل معايا الشكل ده؟ يعني عندي 3 times 5 plus 2 ازاي حلها يا عاصم بشكلين؟ 3 يعني 3 ايوه 5 on bracket تمام plus ايوه 3 باي 2 ان براكت. تمام جدا عاصم. يا جماعه هنا هشتغل حاجه اسمها ديستريبيوشن، ان انا هعمل ال 3 اللي هو النمبر ده ديستريبيوت مره مع ال 5 ومره مع 2. فانا هعملها كده ان براكت، هو كده 3 ملتبلايد 5 واحط البلس دي ان ذا ميدل كده، وهعمل تاني 3 نفس ال 3 عشان ال 3 يا جماعه بتاعت ال 5 وال 2 هي كومن فور بوث. تمام؟ يبقى 3 times 2. تمام. عاصم وبعدين؟ 3 times 5 equals 15. جميل جدا. 3 times 5 هتكون equals 15. تمام؟ 2 times 3 equals 6. جميل جدا. ها؟ بعد كده نعمل 15 plus 6. ها؟ equals 21. equals 21. ده كده حل. عاصم في عندك أي حل تاني للسؤال ده؟ yes 5 plus 2 تمام equals 7 تمام and 7 plus 3 times بقى مش plus 3. تمام كده عاصم. عاصم يا جماعة استخدم بقى ميثود تاني برضه معايا، ان انا هعمل اول حاجة بلس للتو نمبرز الموجودين كده معايا اللي هي 5 بلس 2 فهتبقى 7، وطبعا هنا هعمل مع بعض كده 3 فيكون عندي 3 ملتبلاي باي 7. بأكد تاني جبت 7 منين؟ جاست عملت 5 بلس 2، يبقى 5 بلس 2 ايكوال 7، يبقى 3 تايم 7 هيكون ايكوال 21. ثانك يو ليك يا عاصم على مشاركتك في حلقة النهاردة. طيب اوكي يا جماعة، فدلوقتي كده مع بعض احنا عرفنا يعني الكونسبت او المينينج بتاع ديستريبيوشن اوف ذا انتيجرز او ديستريبيوشن مالتيبيكيشن اوفر اديشن او سبتراكشن. طب السؤال هيجي لي بقى ازاي؟ هيجي لي اكسباندد فورم ويقول يوز ذا ديستريبيوشن بروبرتي
to simplify or to find the result. بمعنى هيكون مثلا عندي كده question مهم جدا اللي هو say هقول مثلا 23 times 47 plus 23 times 53. We will use the distribution property to find the answer. طبعا بكل بساطة هبدأ ان انا هنا circle the common number. هعمل circle around the common in the common number. هنا بيكون عندي 23 وانا عندي هيكون 23. تمام؟ يبقى now we have 23 as a common. طيب. اوكي محمد. معنا محمد اسكندرية. الو. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا مستر. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ بخير تمام؟ الحمد لله. اخبار المذاكرة ايه؟ كويس. الحمد لله كويس. الحمد لله. محمد متابعنا من اول الحلقة ولا؟ يا مستر. طيب الحمد لله. محمد النهارده انا كنت بتكلم مع بعض عن مالتيبلاينج والديفايدنج بتاع الانتيجرز وكنا بنتكلم بالمرة على الجزء بتاع البروبرتيز. تمام؟ محمد احنا عندنا بروبرتي مهمه جدا تقريبا ما فيش اي امتحان الا موجود سؤال زي ده distribution property to simplify the expression. محمد عندي هنا سؤال بيقول 23 times 47 plus 23 times 53. محمد ممكن اتعامل ازاي في سؤال زي ده؟ هنشوف مين الكومون نمبر. ايوه. وهنحطه على سيركل وننزله تحت. تمام. بعدين هنعمل 47 بلس 53. ايوه. تمام. وهنزل 23 و47 بلس 53 ايكوال 100 23 تايمز 100 ايكوال 2300. شابو ليك يا احمد. يا محمد شكرا ليك على مشاركتك الجميله دي. اوكي. طب اوكي يا جماعه زي ما قلنا بالظبط هو من شويه عندي نمبر ريبيت اللي هو بيكون 23 تايمز 47 plus 23 times 53. فطبعا هنا مع بعض زي ما قال محمد عندي 23 is a common بيكون موجودة هنا وهنا فهقول كده مع بعض اخدت 23 is a common وتبقى لي هنا 47. اوكي شكرا ليك يا محمد. شكرا. thank you. تمام. plus 53 في البراكت في اخر كده البراكت معايا بعد كده هقول 23 بعد كده هعمل plus للتو نمبرز اللي عندي دول لما 47 plus 53 it will be 100 بعد كده هعمل 23 multiply by 100 equals 2300 بدون اي مشكلة. طيب يبقى انا اللي انا عملته في السؤال ده ان انا عملت استخدمت حاجة اسمها distribution property ان انا اخدت الكومن نمبر او الحاجة اللي repeated في الاكسبريشن كله out the bracket. تمام. خدتها once بس وعملت بلس او ماينس للريميندر او للباقي بتاع النمبرز اللي موجوده معايا. طيب لو حبينا بقى نكمل كده مع بعض باقي الاسئله اللي موجوده معايا اللي يعني ديسكشن للجزء بتاع المالتيبليكيشن اوف تو انتيجرز فقول كده مع بعض يا جماعه. كان في عندي اسئله ثانيه برضو على البروبرتيز بتكلم فيها لما اقول negative 1 times space equals بس كده تعديل صغير ان دي هتكون negative 1 فطبعا هنا عندنا مع بعض negative 1 times space equals نفس النمبر فهنا هيكون الانسر هيكون equals 1 على اساس هنا مع بعض ان النمبر doesn't change فطبعا ال 1 ده بيمثل لي حاجه اسمها multiplicative identity نفس مين نفس الكلام في number C أو letter C negative 2 times 4 equal space times negative 2 طبعا هنا واضح جدا ان النمبر اللي هيكون موجود معايا هيكون 4 لان هو بيكون missing في left side وطبعا لما يحصل change للposition بتاع numbers فده انا هسميه commutative property commutative property. اوكي. طيب letter D
لما اتكلم مع بعض كده ده multiplicative identity in the multiplication operation in set of integers طبعا يكون the whole number او يكون 1. طيب يبقى احنا كده خدنا مع بعض الجزء بتاع البروبرتيز وازاي بعمل distribution وازاي بستخدم البروبرتيز يا جماعه to find the mean to find the answer. برضو بيجي لي هنا سؤال مهم جدا برضو على المالتيبليكيشن يقول ان انا عندي برضو set of numbers multiplying مع بعض فبيقول simplify using mean برضو using the properties of multiplication تمام. طيب كاكزامبل يعني بيقول use the properties of multiplication of integers to find. اول حاجة هنا عندي 25 times 4 times 17 25 times 4 times 17 طبعا اول حاجة هنا عندي we can use the associative property ان انا هعمل brackets يعني من خلال النمبرز موجودة معايا فانا اقول كده مع بعض 25 multiply 4 multiply 17 هو اللي حصل عملت جروب من النمبرز اللي هما بيكونوا 25 و 4 تمام كده. step number 2 هبدأ ان انا اعمل multiply عادي جدا اللي هو 25 times 4 هيكون equals 100 multiply by 17 فهنا اقول مع بعض الانسر هتكون 1700. طب step number 2 بقى او second كده question معايا بيقول برضو نفس الكلام use the multiplication of the properties of multiplication to simplify 3 times negative 5 times 6 times negative 2. طب اول حاجة طبعا انا محتاج ان انا ارتب النمبرز دي عشان اخلي في نمبرز بحيث لما اكون multiplied مع بعض الانسر عندي هتكون فيها يعني special numbers زي مثلا 10 او 100 او 1000 والحاجة زي كده. فطبعا ممكن اعمل حاجة اسمها commutate ان انا هعمل exchange للاماكن negative 5 مكان 6 تمام بحيث ان انا عندي يكون equals 3 طبعا زي ما هو هيكون multiply by 6 multiply by negative 5 وفي الاخر هيكون multiply by negative 2. التبديل ده انا هسميه ايه؟ هنسميه commutative. اوكي يبقى انا هسميه commutative property. طب step number 2 ان انا هبدا اشتغل ان انا اعمل groups للنمبرز الموجوده معايا طبعا هنا هبدا كده اعمل يبقى 3 multiply 6 multiply another bracket negative 5 multiply negative 2. اوكي طب 3 times 6 طبعا انا قبل ما اجيب الانسر طبعا ممكن اقول النيم بتاعي يبقى هنا عندي we have associative property. next one 3 multiply 6 هيكون equals 18 negative 5 multiply negative 2 it will be 10 طبعا هيكون يا جماعه 10 positive فانا اقول 180 multiplied 10 هتكون في الاخر equals 118 sorry multiply by 10 the answer هتكون equals 180. اوكي طيب يبقى ده كده برضو استخدمنا فيه البروبرتيز اللي هو الكوميوتيتيف property والassociative property والclosure في الاخر ممكن انا to find the answer بدون اي مشكلة. في بعد كده عندي سؤال كنا حليناه مع بعض من لحظات ممكن نحاول احنا نحله تاني او ناخد يعني ايه practice تاني كده عليه. هنا بقول مع بعض كده find the result of each of the following in two ways. تاني find the result of each of the following in two ways زي ما كان محمد معنا وحل سؤال او فكرة من الافكار دي. طبعا هبدأ اقول مع بعض ان the first way ان انا هعمل distribute ان 2 هتبقى multiply مع 3 و 2
تاني multiply by negative 5 and collect the two results. يعني هقول له كده مع بعض ان 2 multiply by 3 plus 2 multiply by negative 2. اوكي 2 times 3 هيكون equal 6. 2 times negative 2 هتكون equals negative 4. يبقى اقول له كده plus negative 4. هتكون طبعا 6 plus negative 4 numerically هتكون equals 2. ادي فكره. عندي the second way نفس الكلام. هقول طبعا 2 مش دعوه بيها مفيش مشكله خالص بالنسبه لي. multiply by هعمل plus للتو integers اللي معايا دول هيكون 3 plus negative 2 which is 1. هقول كده مع بعض 2 times 1 في الاخر هيكون equals 2 نفس مين نفس ال results in the left side. طيب بعد كده في عندي نفس الفكرة question letter B. هنا بقى المرة دي هعمل distribute from the right. هنا كان distribute from the left ولكن هنا هعمل distribute from the right side. اعتقد نفس الفكرة يعني مش تختلف كتير اصلا from right أو from the left. طيب دي معناها ان انا برضو هعمل distribute negative 10 مرة multiply مع 3 نفس negative 10 another time multiply مع negative 4. ادي حاجة. حاجة التانية ان انا هعمل collect لل 2 results. شوف مع بعض هنحل السؤال ازاي. يبقى negative 10 multiply by 3 يبقى قول كده negative 10 multiply by 3 اوكي بلس نيجاتيف 10 تاني ملتبلاي باي نيجاتيف 4 اوكي. طب يبقى ذا فيرست وان نيجاتيف 10 تايمز 3 تبقى نيجاتيف 30. نيجاتيف 10 تايمز نيجاتيف 4 تبقى بنيجاتيف 40. طبعا كولكت ذا تو ريزلتس هنا معايا هيبقى نيجاتيف 30 plus positive I'm sorry it's a positive لأن negative times negative equals positive positive 40 هتكون في الآخر the answer equals positive 10. The second way to solve this problem أنا هعمل collect ل two numbers دول 3 plus negative 4 numerically equals negative 1 okay multiply by negative 10 اللي هي موجودة هنا عادي جدا بدون أي مشكلة negative 10 يبقى just multiply negative by negative it will be positive 1 times 10 هيكون equals 10 نفس مين نفس ال result بتاعتي بدون أي مشكلة. طيب لو حبينا برضو ننتقل بعد كده لفكرة تانية اللي هي الفكرة بتاعت بقى divide. هنا عندي مع بعض divide للexpressions بتاعتي. يعني مثلا اقول كده مع بعض اتفقنا مع بعض يا جماعة ان divide هو نفس الشغل بتاع multiply بالظبط من حيث الرول اللي هي لو two quantities of the same sign هيكونوا positive حتى لو الاثنين كانوا negative زي ما اتفقنا في multiply. يعني negative مثلا 5 divided negative 5 equals 1 negative 10 divided negative 2 equals 5 يبقى هعمل ديفايد عادي جدا والانسر هتكون positive sign. تمام طبعا 0 divided any quantity هيكون equals 0 دي طبعا احنا عارفين الكلام ده من السنين اللي فاتت. فتعالوا نحاول كده مع بعض نحل set of questions على ال divide of two integers. طبعا هنا عندي مع بعض the first one هقول negative 4 divided 4. طبعا هنا عندي positive و negative هعمل divide عادي جدا 4 divided 4 equals 1 okay and put negative. ليه put negative؟ علشان هنا عندي مع بعض two numbers بيكونوا واحد فيهم positive والتاني negative sign. number 2 0 divided negative 4 طبعا هقول مع بعض كده ان 0 divided by any number can positive can negative طبعا except 0 طبعا 0 divided any number except 0 هيكون equals 0. طب number 9 negative 48 divided by 8 طبعا هنا عندي الانسر هتكون equals negative 6.
بعد كده number 10 49 divided by negative 7 فانا عندي الانسر هتكون negative 7 تمام negative 36 divided by negative 12 هتكون equals 3 اخر بقى حاجة معايا اللي هي 0 divided by negative 5 دفعنا مع بعض ان 0 divided by any number او any quantity هيكون equals 0 اوكي طيب يبقى ده برضو من ضمن الاسئلة المهمة جدا اللي ممكن تقابلني في الجزء بتاع divide of two integers طبعا مش محتاج بقى نتكلم على الـ properties of dividing two integers لان مفيش ولا property هتكون يعني satisfied بمعنى ان الـ division is not closed تمام مش commutate ولا associate وكمان مفيش حاجة اسمها division neutral ما سمعناش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها multiplicative neutral element مفيش حاجة اسمها division او dividing neutral element مفيش طبعا الكلام ده فافهم من كده ان مفيش ولا property ممكن انا اناقشها في الجزء بتاع ال divide of two integers اوكي في بعد كده بقى لو انتقلنا لليسون مهم جدا النهاردة برضو نحاول ناخد جزء كبير فيه او ندي البيزكس بتاعته ونحاول نكمل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية بتكلم في الليسون ده عن حاجة اسمها repeated multiplication ليسون في منتهى الاهمية وهيكمل معايا في كل الجريدز السنين الجاية ان شاء الله يعني prep 1 و prep 2 and all the grades فلازم نفهم يا جماعة الليسون ده ولازم نفهم الرولز بتاعته امتى بعمل بلس لحاجة اسمها powers امتى بعمل minus للpowers وامتى ما يكون نيجاتيف مع ايفن باور ونيجاتيف مع اود باور هيكون ايه الموقف في الحالات دي نتفاهم بس الاول كده او نحاول ان احنا يعني نتناقش كده مع بعض في المينينج بتاع الريبيتد مالتيبليكيشن انا قلت حاجه اسمها ريبيتد مالتيبليكيشن تمام يعني في اكتر من نمبر او اكتر من تو نمبرز يعني مالتيبلاينج مع بعض من نفس النمبر يعني لما اتكلم مثلا على 2 مثلا هقول 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 فور اكزامبل يعني لما اقول نيجاتيف 3 مثلا ريبيتد 4 تايمز يبقى نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 ل 4 تايمز فانا بتكلم مع بعض في المينينج بتاع ريبيتد مالتيبليكيشن نشوف كده مع بعض يعني ككونسبت يعني ايه كلمه ريبيت مالتيبليكيشن وايه هي الواي الجديده اللي انا هكتب بيها الريبيتد مالتيبليكيشن ده طيب نقول كده مع بعض يا جماعه ان انا عندي حاجه اسمها او نمبر مثلا زي 2 مالتيبلايد 2 مالتيبلايد 2 حلو الكلام اول حاجه هنا بشوف مع بعض 2 مالتيبلاي 2 مالتيبلاي 2 هتكون ايكوالز 2 تمام هنا عندي بقى 2 how many times 2 is repeated 3 times فبكتب كده 3 بشكل صغير شويه يعني up او above ال 2 تمام طب النمبرز دي ليها اسامي النمبر اللي هو بيكون 2 ده انا بسميه بيز يبقى انا بسمي النمبر ده بيز و ال 3 بسميها ايه بسميها power طب بقولها ازاي بقولها كده 2 to the power 3 اتفقنا طيب نفس الفكره لما اقول كده مع بعض number وليكن negative مثلا 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3 طبعا هنا اقول كده مع بعض negative 3 باور كام هنا باور 4 عشان هنا ده بيكون 4 تايمز ريبيتد 4 تايمز اوكي طيب طبعا انا هنا عندي النيجاتيف 3 هنسميها البيز بتاعي اوكي يبقى انا هسمي كده النيجاتيف 3 ده هيكون بيز وال4 دي هسميها ايه هسميها باور طب اقولها ازاي اقولها نيجاتيف 3 تو ذا 4th باور اوكي او the fourth power of negative 3
اوكي كده يا جماعه. طيب يبقى ده كده الميننج العام بتاع الريبيتد مالتيبليكيشن، ان لما يكون عندي نمبر ريبيتد ماني تايمز بكتبه بشكل تاني، بدل ما اقعد اكتب 2 ريبيتد 5 تايمز بكتب 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2، لا اخليها بس 2 واحده بس. وباور كام؟ هاو ماني تايمز 2 از ريبيتد. فهنا بكل بساطه ده شكل تاني للريبيتد مالتيبليكيشن، وهيكون سمبليفاي اكتر لما اجيب الانسر بتاعته يوزنج طبعا كالكوليتر، بس لازم اعدي الاول على رولز لازم اكتبها عشان اجيب الانسر بعد كده ان ذا سمبلست فورم. تمام. طب في بقى عندي نوتس مهمه جدا وانا بشتغل على الريبيتد مالتيبليكيشن، لازم انا اكون يعني اوير بيها وعندي خلفيه مهمه جدا بالرولز دي. اول حاجه طبعا مع بعض، ان any number raised to the power 1 equals نفس النمبر، يعني مثلا مول 5 power 1 يعني 5 repeated once يبقى 5. طب لما مول 5 power 2 يبقى 5 repeated 5 times 5. طب لما مول 3 power 1 نفس الكلام، يبقى repeated 1 times يبقى equals 3. تمام. يبقى افهم من كده ان في بقى عندي نوتس مهمة قوي. Okay, the first one, in any expression or any number or any letter raised to the power 1 هيكون نفس الانسر او نفس الفاليو. يعني مثلا لما اقول كده يا جماعه a power 1 هيكون equals a، وقياسا بقى بالكلام ده يعني 2 power 1 هيكون equals 2، 2 power او 3 power 1 هيكون equals 3، 5 power 1 equals 5 وكذا. الجزء الثاني any number raised to the power 0 equals 1، any number raised to the power 0 equals 1. يبقى اي number بيكون عندي power 0 الانسر هتكون equals 1، الانسر هتكون equals 1. تمام. طيب number 3، if I have negative، if I have negative number وليكن مثلا negative a raised to the power 2. طب اشمعنى 2؟ انا قلت 2 عشان هو even number. طب عارفين مع بعض ان ال negative a power 2 it means negative a times negative a، صح كده؟ يبقى negative a times negative a، فا it means هنا معايا negative a multiply negative a عشان هيكون equals a power 2. يعني افهم من كده مستر لو عندي negative 2 power يعني negative 2 power 2 هتكون equals negative 2 times negative 2 فهتكون equals 2 times 2 equals 4 و negative canceled مع بعض. ايوه يعني افهم من كده ان الباور ده لو even we cancel the negative sign. بالظبط كده. يعني لو ال 2 دي كانت 4 او 6 او 8 and so on فالنمبر في الاخر هيكون equals positive. يعني لما نقول كده مع بعض negative 5 power 4 هي نفسها بالظبط لما اقول 5 power 4 بدون اي مشكله. تمام. طيب لما اقول negative 7 power 6 هي نفسها بالظبط لما تكون equals كام؟ equals 7 power 6. اوكي. طيب يبقى افهم كده ان negative quantity with even power it will be positive، هتتحول هتبقى positive. طب لو negative بقى number او negative quantity دي هتكون مع odd power، يعني مثلا كان power 3 او 5 او 7 حاجه من الحاجات دي، في الحاله دي بقى هعمل ايه؟ just ان انا remove the negative sign from inside the bracket to outside the bracket، بس هعمل تحريك او حرك النيجاتيف sign من جوه البراكت لبره البراكت. يعني افهم من كده ان النمبر still negative، ايوه هيفضل negative زي ما هو.
يعني مثلا لما اقول كده مع بعض في نمبر 4 نيجاتيف a باور 3 هي نفسها اكزاكتلي نيجاتيف براكت a باور 3 تمام. طيب لما اقول كاكزامبل يعني نيجاتيف 2 باور 5 ها تبقى نيجاتيف براكت 2 باور 5. نفس الكلام لما اقول نيجاتيف 3 كاكزامبل يعني نيجاتيف 3 باور 7 هتكون ايكوالز نيجاتيف براكت 3 باور 7. اوكي فافهم من كده دي من اهم البروبرتيز موجوده عندي في الباورز يا جماعه او في الريبيت مالتيبليكيشن اللي هي لما يكون عندي نيجاتيف نمبر ريزد تو ايفن باور فيكون عندي الانسر هتكون بوزيتيف ونفس النيجاتيف ده لو ريزد لباور تاني بيس بس بيكون اودز هيكون او الانسر هتكون ايه هتكون نيجاتيف ايه نيجاتيف كوانتيتي. طيب خلينا بقى ناخد كده مع بعض براكتس على الجزء ده يعني حابين ان احنا نعرض اسئله على الجزء بتاع الريبيتد مالتيبليكيشن. طيب معانا مداخله من لوجين من القاهره. لوجين ازيك؟ تمام يا مستر. عامله ايه لوجين؟ تمام تمام كويسه. الحمد لله. لوجين انت النهارده كنت بتكلم مع بعض في اول جزء من حلقتنا على المالتيبليكيشن والديفيجن اوف ذا انتيجرز وبعد كده انتقلنا لنيو ليسن بقى جديد اول ما نسمعه في حياتنا شويه اللي هو بتكلم فيه عن حاجه اسمها ريبيت مالتيبليكيشن او باورز. اوكي طب لوجين وي هاف ا كويستشن بقى ناو بوز ذا سيتابل ساين bigger than less than or equal يا لوجين. Will you solve repeat the first one اللي هو 3 power 2 and 2 power 2 which is greater 3 power 2 or 2 power 2 يا لوجين؟ ممكن يا مستر تعيد السؤال بليز؟ لوجين انا عندي مع بعض كده 2 numbers اللي هما بيكونوا 3 power 2 و 2 power 2 اوكي؟ okay. عايز اعمل compare between them which is greater يعني مين الاكبر 3 power 2 ولا 2 power 3؟ 3 power 2 3 power 2 جميل جدا لوجين. ليه بقى؟ لان 3 power 2 يا جماعه using the repeated multiplication هتكون 3 times 3 يعني which is 9 و 2 power 3 هتكون using both the repeated multiplication concept تبقى 2 times 2 times 2 which is 8. طبعا شكرا لوجين في مشكله في الكونكشن بس طبعا لوجين قالت الاجابه صح ان هي تكون 3 power 2 عشان مع بعض يا جماعه 3 power 2 equals 9 part 2 power 3 هتكون 2 repeated triple times فتبقى 2 times 2 times 2 which is 8. طبعا واضح جدا ان 9 is bigger than 8 ف 3 power 2 is bigger than 2 power 3. طب حابين برضه نكمل مع بعض يعني questions من نفس النوع. هنا عندي negative 7 power 2 and 14. طبعا هنا عندي مع بعض negative 7 power 2 means negative 7 repeated twice يعني negative 7 times negative 7 it will be here 49. هنا عندي في ال other side الناحية التانية هقول هنا يكون equals 14. طبعا واضح جدا ان 49 او negative 7 power 2 هيتكون greater than 14. طب letter C 9 power 2 and negative 3 power 4. نفس الفكرة يعني هعمل expand لل results هنا and then compare the results. هنقول مع بعض 9 power 2 calculative طبعا يا جماعة تكون equals 81 بدون أي مشكلة. طيب negative 3 power 4 means negative 3 repeated 4 times. يبقى negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3 في الاخر الانسر هتكون equals 81. طب حد اقول لي مستر مش هنا كان في negative sign؟ ايوه كان في فعلا negative sign بس عشان الباور even we cancel the negative sign. طيب letter D عندي برضه نفس الكلام negative 5 power 2 و negative 25 نفس الكلام. طبعا negative 25 doesn't change مفيش اي مشكلة بالنسبة لي.
وهنا عندي مع بعض negative 5 power 2 هتكون equals 25 على أساس إن النيجاتيف برضو canceled علشان ال power بيكون even power. ف just about هنا عندي 25 positive و 25 negative. طبعا واضح جدا إن 25 positive is the greater. letter E نفس الفكرة negative. طبعا يا جماعة هي دي هتكون equal an equal sign. هنا 81 وهنا 81 فهتكون equals 80 او تكون equal equal sign. letter E هنا عندي مع بعض negative 6 power 2 و negative 12. طبعا negative 12 doesn't change برضو زي ما هي كده. و negative 6 power 2 just ان انا هعمل negative 6 times itself فدي هتوصل في الاخر ل 36. طبعا واضح جدا ان اي positive greater than any negative فاوصل في الاخر الى ان negative 6 all power 2 هتكون bigger than negative 12. في بعد كده letter F negative 8 power 2 و negative 4 power 3. طبعا expand يا جماعة the two results. هنا عندي negative 8 power 2 هتكون equal 64 وين عندي negative 4 power 3 هتكون equals negative 64. يبقى compare the two results you obtain. هنا طبعا عندي negative 64 بتكون less than 64 او هقول ان negative 8 all power 2 is greater than mean يا جماعة negative 64. letter G نفس الفكرة 9 power 2 expand يا جماعة it will be 81. اوكي و 2 power 3 طبعا واضح جدا انها تكون equals 8. تمام يبقى واضح جدا يعني with comparing هنا two numbers دول ان 9 power 2 is the greater. في بعد كده عندي negative 8 power 2 و negative 5 power 2. طبعا negative 8 power 2 اوكي هتكون equals negative 8 times itself فهتكون equals 64. وين عندي في ال left side هنا او ال right side هنا negative 2 power 5 هتكون equals negative 32. طب ايه اللي حصل هنا ليه negative وهنا ليه positive؟ علشان بكل بساطة هنا عندي ال number ده بيكون raised ل even power وال number التاني ده بيكون raised ل odd power. فهنا عندي مع بعض هتكون 64 وهنا negative 32 فطبعا واضح جدا ان 64 is the greater. برضو لو جالي question تاني related اكتر للجزء بتاع الpowers ده بس هيكون في شكل arrange in an ascending order. طبعا بيكون عندي مع بعض يا جماعة يعني set of numbers كده وعايز يعمل arrange لnumbers دي in an ascending order. فطبعا هعمل expand لكل number لوحده وبعد كده في الاخر هعمل arrange accordingly the results you obtain من خلال expanding اللي انت عملته لكل واحد. say هنا عندي مع بعض 3 power 2 negative 1 power 15 negative 4 power 0 negative 3 power 2 و negative 2 power 5 just like my expand لكل واحد كده. طبعا 3 power 2 هيكون equals 9 اوكي negative 1 power 15 عشان negative 1 power ده بيكون odd فيكون negative 1 زي ما هو مش هيتغير. negative 4 power 0 وانتفقنا مع بعض ان اي number raised ل 0 بيكون equals 1. طيب negative 3 power 2 هيكون equals 9. negative 2 power 5 هتكون equals negative 32. بعد كده بقى compare بقى the results in an ascending. what is the smallest number هنا من النمبرز اللي انا كتبتها دي من شويه؟ طبعا هيكون negative 32 اللي هو كان الاصل بتاعه كان ايه؟ لو كان الاصل بتاعه negative 2 power 5 فقوله كده ان the smallest one هيكون negative 2 power 5. the second in the order هيكون negative 1 power 15 يبقى negative 1 power 15. next in order هيكون 1 وين عندي 9 وين عندي كمان 9 فطبعا هكتب طبعا مع بعض يا جماعه 1 بتاعي هنا عندي هنا اقول مع بعض negative 4
power 0. بقى كده عندي 2 numbers اللي هما 9 و9 طبعا الترتيب بالنسبة لي. فممكن عشان يعني نحاول نحن نخرج من المأزق ده نحط نيجاتيف هنا تمام، وعشان يكون هنا في عندي طبعا نيجاتيف ساين اوكي. فطبعا الترتيب طبعا هنا يختلف، هنحط طبعا هنا مع بعض يا جماعه النيجاتيف 3 فور 2 تبقى هنا، ونحط النيجاتيف 4 فور 0 هنا اوكي يا جماعه. او ممكن خلاص نخليها بوزيتيف زي ما هي عشان ما نخبطش نفسنا اوكي. وقول هنا مع بعض كده ايه نيجاتيف 3 اول بار 2، واخر حاجه تكون 3 بار 2 بدون اي مشكله. احنا النهارده رجعنا مع بعض او خدنا مع بعض تو ليسنز في منتهى الاهميه. خدنا الفيرست ليسن اللي هو الجزء بتكلم فيه على المالتيبلاينج اند ديفايدنج انتيجرز، وخدنا بعد كده النهارده يعني نص الليسن بتاع الريبيتد مالتيبليكيشن، وخدنا ازاي بجيب الانسر وعمل اوردر لست اوف نمبرز، وكمان عملنا كومبير بتوين تو نمبرز related للrepeated multiplication. وعرفنا عندي في rules مهمة جدا في repeated multiplication، ان اي number raised to the power 0 بيكون equals 1، اي number raised to the power 1 equals the same number. قلنا مع بعض ان negative quantity raised to even هتكون equals positive number، negative quantity raised to odd power هيكون equals negative quantity. وحلينا مع بعض أسئلة على الجزء ده إن شاء الله مع بعض الحلقة الجاية نكمل الكلام ده. كده هيبقى احنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. Thank you for your watching this episode. Goodbye, see you soon for the next time.